بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency President Abdel Fattah el-Sisi. Your Excellency الرئيس عبد الفتاح السيسي، السادة رؤساء الوفود والأمم المتحدة والشركاء وممثلي المجتمع المدني، أود أن أشكر السيد عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر اللي جمعنا سويا، وبخاصة وزراء التمويل قبل مؤتمر أطراف 27، فالوقت قد أتى للتنفيذ والضرورة ملحة الآن. وأود أن أشكر السيد سامح شكري لإظهار هذا التحمس لمؤتمر الأطراف، ونحن نواجه مخاطر تغير المناخ وارتفاع تكاليف الحياة، وهناك كثير ممن فقدوا وظائفهم، ونحن نحتاج إلى الإجراءات الخاصة بالمناخ، ونحتاج إلى التآزر الغائب، للأسف التآزر الدولي غائبا، ونحن نحتاج إلى العمل من خلال مبادرات قوية وإظهار طرق نحو الاستثمارات، ويجب أن يكون هناك آليات من أجل بناء اقتصادات بها صمود مناخي. هناك التزامات سنوية للأسف قد انخفضت كثيرا، التزامات مالية، ويجب أن نعيد الثقة بين الدول والنظام الدولي، وهذه خطوة مهمة من أجل الوفاء بالالتزامات المالية 2025 في أفريقيا. هناك 100 مليار دولار نحن في احتياج لهم للوفاء بالتزاماتنا لعام 2030، وهناك فجوة كبيرة قد تصل إلى 440 مليار دولار، والأمين العام قد طالب بزيادة التمويل للإجراءات الخاصة بالمناخ ودعوة الدول للإجراءات أو تمويل التكيف، ولكننا ما زلنا نحتاج إلى خريطة طريق، ونحن على بعد أيام من مؤتمر الأطراف 27 يجب أن نغير الطريقة التي نعمل بها، فالمؤسسات التمويل يجب أن تعمل بشكل مباشر معكم ومع الشركاء الآخرين، مع كل دولة لتلبي الاحتياجات، ويجب أن نقوم بتوطين الحلول الخاصة بتغير المناخ بظل نظام شامل، وأنا أتشجع كثيرا بالخطوات التي أخذتها مصر والمبادرات التي أخذتها مصر للتوجه نحو الأخضر وزيادة الاستثمارات وتوطين هذه الاستثمارات كخريطة طريق لمصر، ولأن الاستثمارات الخاصة بالصمود المناخي يجب أن تصبح أمرا واقعا، وبالنسبة لمنصات الدول التي تقدمها لنا مصر والشركاء الآخرين نحن نرحب بها، ونرحب أيضا بدكتورة رانيا والتي تقوم بحج المجتمع الدولي لندعم هذه الخطوات وجعل الطريق أكثر إشراقا. وهناك استراتيجية المناخ 2050، ومن أجل تنفيذها يجب أن نقوم بإسراع خطوات خاصة بالصمود المناخي خلال هذا العقد من الزمان، ومن خلال التنسيق على مستوى الدول وبين شركائنا الدوليين يمكننا أن نقوم بتحقيق المرجو من النتائج، والأمم المتحدة على استعداد لدعم مصر بشكل كامل. ونفس هذه الاستثمارات يجب أن نضمن أن حوض الكونغو وأماكن أخرى أن تكون محمية، وأن نقوم بتقديم الخدمات البيئية المناسبة، وهذا أيضا متعلق بالإسراع للتكيف وجعل الدول ذات ملكية في بالنسبة لهذه الإجراءات. ونحن نحتاج أيضا إلى زيادة
التمويل، ولذلك فهيئات التمويل والبنوك يجب أن تكون على قدر هذه التحديات، ونحن نحتاج إلى كثير من التمويل الخاص بالتكيف وتسهيل نفاذية لهذا التمويل. وأيضا يجب أن نتبنى فرص الاستثمار ومن خلال القطاع الخاص عبر العالم ولبناء هذا الصمود ورئاسة مؤتمر الأطراف والأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لأفريقيا تعمل بشكل مستمر من أجل ضمان وجود هذه الاستثمارات. ولكن يجب أن نتخطى بعض المشروعات المختارة، ويجب لبنوك التنمية أن تدعم التحول الأخضر في دول مختلفة، وأصحاب المصلحة يجب أن يكون هناك انتقال ذو هيكلية، ولأن الدول النامية لا يمكن أن تتحمل النفقات التحول الأخضر بهذا الشكل، لأن كثير منها يعاني من الديون، وبالطبع بعد جائحة كورونا وعدم الاستقرار الدولي فهناك 16 دولة أفريقية تعاني من محنة الديون، والستة منهم يعانون حقيقة من محنة الديون، والدول الأفريقية ملتزمة بدفع أكثر من 60 مليار دولار للديون وسداد الديون، وهذه الدول تحتاج إلى مساندة كبيرة لمجابهة هذه الديون، فيجب أن نساعدهم للوفاء بهذه الديون ومن أجل التكيف المناخي. ولهذا فالمركز المناخ الموجود في هذا المؤتمر فسوف يساعد على التحول للصمود المناخي وأيضا الاستثمار المستدام. نحن نحتاج إلى استثمارات خاصة، نحن نحتاج سوق يجاب هذه التحديات ويقدم التمويل اللازم للدول النامية. أتمنى أن حلقة النقاش غدا عن التمويل العادل والدليل الاسترشادي للتمويل العادل سوف يساعد على إطلاق المليارات التي نحتاجها في مجال استثمارات المناخ، وأيضا شركائنا من القطاع الخاص أن يقوموا بدورهم في هذا الصدد. سيداتي سادتي، التنفيذ الفاعل يعتمد علينا جميعا في هذه القاعة على تخفيف ومجابهة الخسائر والأضرار، والتي سوف نناقشها في الأيام المقبلة. فالأجيال المقبلة لن تتذكر كلمتنا، ولكن سترى أفعالنا أرض الواقع، ولذلك فلنقوم ببناء مستقبل بل ذو صمود وأيضا مستدام لنا جميعا. شكرا جزيلا لكم.